قالت مصادر صحفية عن كواليس معركة تحرير محافظة الحديدة من قبضة ميليشيا الحوثي الإرهابية التي حولت المحافظة الساحلية إلى ثكنة عسكرية ومنصة لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لمهاجمة طريق التجارة الدولي منذ نوفمبر الماضي تنفيذا لأجندة إيران. جاء ذلك في تدوينة الصحفي جمال العواضي على موقع إكس، حيث توقع تحول مدينة الحديدة إلى قاعدة لحماية الملاحة العالمية والمصالح الدولية بعيدا عن آلية البند السابع وبإسناد من الولايات المتحدة وبريطانيا. وعن كواليس معركة التحرير، أكد الصحفي العواضي أنها لن تتضمن أي إنزال بري لقوات غربية، وإنما سيتم الاكتفاء بتعزيز قوات الساحل والألوية الجنوبية وتقديم الدعم الجوي لها. ومساء يوم الأربعاء، أفادت مصادر مطلعة بحالة استنفار قصوى في صفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية في مدينة الحديدة، مشيرا إلى ورود معلومات استخباراتية روسية تكشف عن احتمالية شن القوات المشتركة العمالقة وحراس الجمهورية عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على المحافظة بالكامل. وقالت المصادر إن ميليشيا الحوثي عززت مواقعها في مختلف مناطق الحديدة ونشرت قواتها بشكل مكثف على طول الخطوط الأمامية، كما قامت بتجهيز مستودعات الأسلحة والذخيرة تحسباً لأي مواجهة عسكرية، وذلك بعد وصول التعزيزات العسكرية من صنعاء وعمران وذمار وإبوى البيضاء. وعن المعلومات الروسية التي وصلت إلى الميليشيات الحوثية، بيّنت المصادر بأنها تتحدث عن خطط عسكرية مفصلة لعملية عسكرية واسعة النطاق تستهدف تحرير كامل مدينة الحديدة والموانئ الاستراتيجية فيها، وذلك بالتعاون مع قوات التحالف العربي. وكان ناطق القوات المشتركة في الساحل الغربي قد أكد قبل أيام قليلة في تصريحات صحفية أن القوات المشتركة على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي أوامر عسكرية لاستعادة مدينة الحديدة، حيث تمثل المدينة أهمية استراتيجية كبيرة كونها بوابة اليمن على البحر الأحمر. وفي الإثناء، حذر مبعوث واشنطن إلى اليمن تيم ليندركن من تصاعد نفوذ الميليشيات الحوثية واعتمادهم على إيران بشكل متزايد، بالتوازي مع توسيع شبكاتهم مع جهات متطرفة كحركة الشباب الصومالية. وأشار ليندركن إلى أن الحوثي بات يمثل الخط المتقدم لطهران في المنطقة، مؤكدا أن قدرات الجماعة العسكرية والارتباط مع المتطرفين قد تشكل خطرا متزايدا على القواعد الأمريكية والمصالح الإقليمية. جريدة وول ستريت جورنال أكدت أن الحوثيين لم يتعرضوا لضربات إسرائيلية بعد، على عكس حلفاء طهران في المنطقة، ما يوحي باحتمالية تصعيد ضد الجماعة قريبا. ويرى مراقبون أن الحوثي أغلق كافة السبل أمام إدماجه في مشاريع السلام، حيث تحول إلى تهديد رئيسي لا يقبل الحيادة، ويقف كعقبة صلبة في وجه أي جهود لإحلال السلام باليمن. وأشار محللون إلى تجاوز الحوثيون كونهم فعلا ثانويا ليصبحوا نقطة ارتكاز في النفوذ الإيراني بالمنطقة، حيث تشارك طهران في رسم خرائط التأثير عبر دعمها للحوثيين الذين بتوا أكثر أهمية حتى من حزب الله. وصعدت ميليشيا الحوثي لتشكل خطرا مباشرا على المصالح الدولية، وفقا للمراقب وان الذين قالوا إن الحوثيين مدفوعين بتعاونهم مع حركات التطرف، وأصبحوا يشكلون تهديدا يتجاوز الحدود اليمنية عبر تسليح الجماعات الإرهابية في الصومال ودعمها بصواريخ متقدمة تهدد الممرات الدولية.